يلا. بأسف بأسف ليش عملت على هاي؟ بس بالله يطلع طلع. يلا هذا هو، هذا قفص صدري للحمام متبل بصوص الخردل والسمك ومعه رز أسود. سؤالي إليك هلا، ما بين زوجك الأول جمال سليمان وزوجك الثاني المرحوم دكتور سامر جلعور اللي هو كان صديق عزيز جدا لنا، لوالدك لوالدي وقلنا للعائلة، مين أكثر شخص بيناتهم احترمك وقدرك وتعامل معك كما تستحقي فعلا ومين لا؟ سامي، زوجي سامي كانت علاقتنا كتير منيحة ونحن الاثنين عم نرتقي سوا، ضفنا لبعض حتى على الصعيد المهني والثقافي كتير ضفنا، مو مثل أي زوجين، وأنا كتير استفدت من التجربة معه رغم أنه هو مثل ما بتعرف كان مريض وكان يصدر عنه بعض الأشياء يعني، بس كان ظريف أنه الشيء اللي دائماً بنحكي أنه يرتقوا الزوج والزوجة مع بعض وهن اثنين يسقفوا بعض ويتحاوروا ويتواصلوا ويطلعوا بشيء جديد. يعني نحن أحاديثنا ما كانت إنه شو بدنا نطبخ وشو بدنا نعمل. علاقتك بجمال سليمان ما كانت هيك وقت تزوجته؟ أنا تزوجت كنت صغيرة، يعني كنا صغار لسه، فما كان الاختيار كتير دقيق. تزوجته بعد ما تخرجته من المعهد العالي في المسرحية ما هيك؟ أصلاً يعني خطبنا أثناء السنة الرابعة، فما كان في نضوج يعني بالاختيار لا من قبلي ولا من قبله. تندمي على زواجك من جمال؟ لا ابدا ما بندم، عادي. هلا بعد ما نايا ما شاء الله كبرت وصارت صبيه، اذا شفتي انسان حبيتيه وعجبك تتزوجي مره ثالثه؟ تاخذي قرار الارتباط كزواج مره ثالثه؟ لا لا لا. ليه؟ يعني صار هذا الشيء وعرض وطلب وكذا بس لا يعني خلص. اولا يعني ما حدا حياخذ محل. مين طلبك؟ مين طلبني؟ هلا في حدا طلبني حبي الاول، حبي الاول يعني شخص مهم يعني ما حدا بيعرفه. طيب ليش ما بتفكري ترجعي تتزوجي مثلا؟ اولا ما بدي جيب لها يعني حدا ما حيكون ابوها لنايا، ما حيكون بس أبوها. نايا هلا شوي تانية رح تخطب وتتجوز هي وما رح تضل قاعده معك بالبيت لا لا حل القصه يعني هي قصه انه انا بنتي وحيدتي لا لا مو مش انا بس انا بدها تضل جنبي هي اخيرا بدها ترفرف وتطير لحالها. انا حل القصه تماما مقرره، انا وامانه ولينا نقعد ببيت واحد بيتنا، يعني بدنا نقضي هذا فتره الزهايمر مع بعض. أمانة بتحكي لنا قديش مانك بحاجة لرجال جنبك حدك؟ مانك بحاجة رجل أبدا؟ ما عندي وقت. عندك وقت لصاحباتك ورفقاتك ما عندك وقت مو لرجل؟ مو كل الوقت والله ما عندي وقت لهم، عن جد عن جد أنا ما عندي وقت. يعني لهالدرجة الرجال ما لهم طعمة بحياتك؟ كلص بس بحياتك عن جد ما عاد عندي وقت والله. اوعى حدا يعمل مثله. نصيحة صبايا. لا 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 اسمع مني.